اسمعيني يا شهد، في كثير ناس تخاف من النهايات، علشان كذا تضيع على نفسها البدايات واللي هي أجمل شيء في الحياة. وأنا أكثر واحدة مستحيل تضيع فرصة منها، أنت تعرفني زين، حتى مستحيل أضيع الوقت بحساب الخطوات الجاية. بس لما تكون النهايات مدمرة درجة ما نقدر نتخيلها. ليه أنت وصلت للنهايات عشان تقولي إذا كانت مدمرة أو لا؟ ما يحتاج نوصل، لأن لا أهلي ولا أهلك راح يسمحوا لنا نكتب نهاية سعيدة لقصة حبنا. وهم مش دخلهم؟ دخلهم من أهلنا، وإن مهما صار راح نرجع لهم. وإذا ما رجعنا لهم؟ راح نقدر. يعني أنت تعترفين إنك خايفة من اللي جاي؟ شاهد، طول عمرك تقولين إن الحياة قصيرة، بس هذا كله كلام. انت ما شفت الموت اللي انا شفته في عيوني، وان حياتك ممكن بلحظة تنتهي. لا تقول كذا، بعد الشر عنك. هذه فرصتي يا شاهد. فرصة ايش؟ فرصة اني اخذك للجاي اللي مخوفك.